السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابي الحلوين عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. يا رب نكون ذاكرنا مع بعض حرف الكاف وحرف اللام. جاية لكم النهاردة بحرف جديد خالص. حرف ايه؟ برافو عليكم سامعة. حد بيقول لي حرف الميم. برافو شطار. يلا بينا نشوف مين اصحاب حرف الميم مع القصة بتاعتنا. ماجد ولد مجتهد وشطور جدا زي كل حبايبي الحلوين كيجي ون. يذهب إلى مدرسته كل يوم، وفي حصة النشاط كان ماجد يستمع إلى معلمته وهي تقص قصة مصباح علاء الدين. وبعد الانتهاء من القصة أخذ ماجد مقصا وألوانا وقام بعمل مصباح علاء الدين. فرحت المعلمة بما فعله ماجد وأهدته وعطت له إيه هدية؟ مركب ولها مفتاح، وداخل المركب ثمرة موز. شكر ماجد معلمته على الهدية. يلا بينا نشوف مين أصحاب حرف الميم اللي كان معانا في القصة بتاعتنا. ماجد، مدرسة، معلمة، مصباح، مقص، مركب، مفتاح، موز. ماجد، مدرسة، معلمة، مصباح، مقص، مركب، مفتاح، موز. برافو عليكم يا حلوين. يلا بينا مع بعض نشوف حرف الميم بيتكتب ازاي. حرف الميم يا أصحابي نص دايرة فوق السطر، مشت 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 وهتنزل تحت السطر. برافو عليكم. يلا بينا تاني. نص دايرة فوق السطر، مشت 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 على السطر وهتنزل تحت السطر. نص دايرة، مشت 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 على السطر وهتنزل تحت السطر. برافو عليكم، بالظبط كده يا أصحابي. طب حرف الميم في أول الكلمة هنكتبه إزاي؟ هنكتب دايرة فوق السطر وفتحة إيديها على السطر. دايرة وهتمشي على السطر. برافو عليكم شطار. دايرة، دائرة وهتفتح ايديها على السطر. ده شكل حرف الميم يا أصحابي. يبقى ميم موز. ميم موز. وهنتدرب مع ماما ازاي هنكتب حرف الميم. نص دايرة فوق السطر، مشت مشت على السطر ونزلت تحت السطر، وفي أول الكلام دايرة. برافو عليكم، وهتفتح ايديها على السطر. يلا بينا نشوف فين حرف الميم في الكلمات بتاعتنا. م مي مي قص. فين حرف الميم هنا؟ الميم. برافو عليكم، في أول الكلمة شطار، هنحط عليه دايرة. دي صورة ايه يا حلوين؟ علم. علم. صوت حرف الميم موجود فين؟ برافو الحلوين اللي بيقولوا آخر حرف في الكلمة. مشت. مشت. برافو عليكم، فأول الكلمة. يلا بينا نحط دايرة على حرف الميم. ده ميم يا أصحابي، ده حرف إيه؟ صاد. برافو عليكم. وده إيه؟ ميم. شطار. يلا نحط عليه الدايرة. ها قاف. برافو عليكم. وادي ميم تانية. برافو عليكم يا شطار. يلا بينا نوصل الصور بأصحابها. ميم قاف قرد مركب. ها هنوصل ايه؟ برافو، الميم بالمركب وقاف قرد. برافو عليكم اصحابي. يلا بينا نتدرب مع ماما على كتابة حرف الايه؟ الميم. نص دايرة، مشت مشت على السطر ونزلت تحت السطر، وفي اول الكلام دايرة وفتحة ايديها على السطر. شطار. ايه الخط الحلو ده يا كيجي؟ يلا بينا نشوف كلمة ايه دي. مركب. مركب. ايه الحرف اللي ناقص هنا؟ حرف الميم يا حلوين. برافو عليكم، في اول الكلام.
سورة ايه دي؟ مانجو. مانجو ايه الحرف اللي ناقص؟ حرف الميم. موز. موز. ميم. برافو عليكم شطار. يلا بينا نشوف الحركات القصيرة لحرف الميم. ايه هي الحركات القصيرة كي جي وان؟ فتحة، كسرة، ضمة. برافو عليكم. طب حرف الميم لما نحط عليه فتحة يبقى صوته ايه؟ ما. ميم فتحة ما موز. ميم فتحة ما موز. اكسلانت. برافو عليكم. ميم كسرة مي مقص. ميم كسرة مي مقص. طب ميم ضمة. ميم ضمة مو معلم. ميم ضمة مو معلم أو معلمة يا كي جي وان. يلا بينا نلون المربع اللي فيه حرف القاف. ها فين حرف القاف؟ تاء. قاف. برافو عليكم. قاف شطار كي جي ون. حرف ايه ده؟ سورة ايه دي كي جي ون؟ فأر. برافو عليكم. مين فاكر كلمة فأر بحرف الايه؟ الفاء. اكسلانت. برافو عليكم ممتازين كلكم. سورة ايه دي؟ قطة. سمع حد بيقول لي قاف قطة. برافو عليكم. سورة ايه؟ غراب. غراب بحرف الايه؟ الغين. برافو يا حلوين شطار. ها ها سمع مين بيقول قاف قلم. قاف قلم. برافو عليكم. يلا بينا نضع دائرة. ماذا يأكل القرد؟ القرد بيأكل ايه؟ ها من أصحاب حرف الميم اللي أخدناه النهاردة بيأكل ايه؟ شطار بيأكل موز. يبقى القرد يأكل الموز. وبنكتب بإيه يا كي جي ون؟ بنكتب بإيه؟ برافو عليكم. بنكتب بالقلم. نكتب بالقلم شطار. ونكمل مراجعة الحروف مع ماما في البيت واشوفكم ان شاء الله المرة اللي جاية.